الرسم والحاجات والهدايا والمقالم اللي احنا بنعمل. الرسم وصناعة الورق. الرسم. أيوة. والشوك. الرسم وتصنيع الورق والكهرباء. الرسم بس. الرسم على الوجه وإعادة تصنيع الورق. طيب وانت ايش الأشياء اللي عجبتك؟ الرسم على الوجه وإعادة تصنيع الورق. والله ممتازة، تعليمية للأطفال وتفيد المجتمع وإحنا صراحة نشكر جمعية المستهلك، لعلنا نتعلم أشياء مفيدة ونسويها. طيب مثل إيش الأشياء اللي تعلمتيها؟ زي ذي نقصها ونحط فيها المقلمية. طيب وش اللي على وجهك هذا؟ فراشة. وش اسمك؟ فهدى. حبيبتي فهدى، وش رايك بالاشياء اللي قدمونا هنا؟ حلوه ولا ما هي حلوه؟ حلوه حلوه. حلو حلو. طيب لو سووها مره ثانيه تجين ولا خلاص؟ اجي. ليش؟ لان وناسه. اجي ما ادري ليش، يعني ما عجبتك؟ الا عجبتني ان شاء الله. ليش؟ عشان عجبتها. وانت اعجبتك الفعاليات اللي قدمونا هنا ولا لا؟ لا عجبتني. نحضر يمكن نجي. ليش يعني أعجبتك الفعاليات ولا ما أعجبتك؟ عجبتني. طيب حبيبتي، أنا أعرف أن الرسم أن يصير على الوجه، ليش صارت الرسمة هنا؟ أنا أبي. أنت تبغين الرسمة على اليد؟ اليد والوجه.